قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أوحي إلي من أوحى به الله عز وجل لأنذركم به أحذركم به من المخالفة ومن بلغ من بلغه القرآن وفي قوله ومن بلغ إشارة إلى أن من لم يبلغه القرآن لم تقم عليه الحجة لم تقم عليه الحجة وكذلك من بلغه القرآن على وجه مشوش فالحجة لا تقوم عليه لكنه ليس كعذر الأول الذي لم تبلغه نهائيا لأن من بلغته على وجه مشوش يجب عليه أن يبحث لكن قد يكون في قلبه من الثقة بمن بلغه ما لا يحتاج معه في نظره إلى البحث. الآن الدين الإسلامي عند الكفار هل بلغ عامتهم على وجه غير مشوش؟ أجيبه لا أبدا. ولما ظهرت قضية الإخوان ولما ظهرت قضية الإخوان الذين يتصرفون بغير حكمة ازداد تشويه الإسلام في نظر الغربيين وغير الغربيين وأعني بهم أولئك الذين يلقون متفجرات في صفوف الناس زعما منهم أن هذا من الجهاد في سبيل الله والحقيقة أنهم أساءوا إلى الإسلام وأهل الإسلام أكثر بكثير مما أحسن ماذا أنتج هؤلاء؟ أسألكم هل أقبل الكفار على الإسلام أو ازدادوا نفرة منه؟ ازدادوا نفرة منه وأهل الإسلام يكاد الإنسان يغطي وجهه لئلا ينسب إلى هذه الطائفة المرجفة المروعة والإسلام بريء منه الإسلام بريء منه حتى بعد أن فرض الجهاد ما كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى مجتمع الكفار يقتلونه أبدا إلا بجهاد له راية من ولي قادر على الجهاد أما هذا الإرهاب فهو والله نقص على المسلمين أقسم بالله لأننا نجد نتائج ما في نتيجة أبدا بل هو بالعكس في تشويه السمعة ولو أننا سلكنا الحكمة فاتقينا الله في أنفسنا وأصلحنا أنفسنا أولا ثم حاولنا إصلاح غيرنا بالطرق الشرعية لكان نتيجة هذا نتيجة طيبة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون